في البداية أتقدم بالترحيب والشكر الجزيل باسم مجموعة شركة سنتيسي وعلى رأسها السيد حسن سنتيسي الإدريسي لجميع الحاضرين خصوصا السادة ممثلي السلطة المحلية. وصلنا إلى 1331 مستفيد منذ انطلاق هذا البرنامج في دورته الأولى سنة 2012، كما أن برنامج السنة الحالية سيهم إن شاء الله أكثر من 400 مستفيد ومستفيدة. وفي إطار أنشطتها الاجتماعية وبرامج تكوين المستمرة التي تهم شرائح واسعة من مواردنا البشرية، تنظم مجموعة شركات سنتيسي برنامج محو الأمي الوظيفية والذي يحتوي على مجموعة من الدروس المختلفة والمتنوعة من قراءة وكتابة وحفظ القرآن الكريم إضافة إلى دروس الحساب. إيهاب مرجان، مسؤول موارد البشرية بمجموعة شركات سنتيسي. اليوم نحن نحتفل بانطلاق برنامج محو الأمية الوظيفية سنة 2016 اللي كيتصادف بطبيعة الحال مع النسخة الرابعة على التوالي. كما يجب أن أشير إلى أن اليوم نحن فقنا العدد ديال 1500 مستفيد ومستفيدة. هذا البرنامج كيجي كذلك ضمن مجموع الأنشطة الاجتماعية التي دأبت مجموعة شركة سنتيسي على تنظيمها كلما سنحت الفرصة. كذلك هذا كيجي وعيا منا وإيمانا منا بضرورة تأهيل وتكوين مختلف مواردنا البشرية، لأن تقدم وتطور المقاولة يأتي بطبيعة الحال بتكوين فعال لمختلف الموارد البشرية. كما يجب أن أشير بأن هناك توجه استراتيجي للمجموعة لكل ما هو اجتماعي، لكل ما هو محافظة على البيئة، لكل ما هو إنساني، اللي كيخدم طبيعة الحال واللي كيحارب الهشاشة الاجتماعية، واللي هذا اللي كيتماشى مع مجموع المشاريع التي تحظى بالرعاية المولوية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. مجموعة غادة في هذا الاتجاه هذا اللي هو التكوين، التأهيل وتطوير مختلف مؤهلاتنا إن شاء الله. عبد الرحمن أزقا، مسؤول تجاري لمجموعة شركات سنتيسي. في البداية أود أن أشكر السيد رئيس المدير العام لمجموعة شركات السيد حسن سنتيسي والسيد المدير العام السيد رضا سنتيسي على مجهودات وعلى الدور الذي يقومون به في إطار تنمية الموارد البشرية للمجموعة، والتي تعتبر أحد ركائز التنمية الاقتصادية للمجموعة. إن شاء الله الدورة وصلنا للدورة الرابعة في إطار برنامج محو الأمية اللي انطلق هذه 4 سنوات، واللي الحمد لله عام بعد عام كيزيد ينجح وكيزيد يبين النجاعة ديالو. وصلنا تقريبا ل 1300 مستفيد من هذا البرنامج، واللي عبروا كلهم على الرضا ديالهم على البرنامج والنتائج اللي عطى. وان شاء الله كنطمحوا اننا نوليو احنا واحد البادره تكون هي اللي كتحفز الجهه كلها والمعامل ديال الجهه كلها ديال المعامل العامل في مجلس السيد البحري انها تمشي في نفس المنحه وانها تهتم بالموارد البشريه لتنميه معامل ديالها بصفه خاصه وبتنميه الجهه بصفه عامه. ليكن في علمكم ان هذه البادره هذه
هي الاولى في الجهه، وان مجموعه شركه سنتيسي هي الاولى، هي الرائده في هذا الميدان، في ميدان محو الاميه، كما تعلمون انها هي اولا رائده في مجال الصيد البحري بما لديها من شركات ومعامل ديال الصيد البحري، معامل ديال التجميد، معامل ديال التصبير، انتاج زيت السمك وغير ذلك. واللي بغيت نضيف اننا لقينا دعم من الاداره ومن السلطات المحليه ومن الناس والاطر ديال المجموعه كلها. فارس حسن، مدير معهد ازياق اكادير. اود في البدايه ان اتقدم باسم اطر واساتذه معهد ازياق اكادير، اتقدم بتشكراتي الخالصه للسيد الرئيس المدير العام السيد حسن السنتيسي، وكذلك السيد المدير العام رضا السنتيسي، وجميع أطر ومستخدمي هذه المجموعة التي تضم كل من شركة كوبيليت وشركة تيسير وشركة الدمسة وشركة تيسكوب هنا بمدينة العيون. هذا التكوين لكي يدخل في إطار التكوين أثناء العمل، هذا التكوين هذا اللي مخصص لبرنامج محاربة الأمية الوظيفية باللغة العربية وباللغة الفرنسية. هاد التكوين اللي بداته هذه المجموعة منذ سنة 2013 واللي استطعت إلى يومنا هذا تكوين أزيد من 1000 عامل وعاملة استفادوا. وهناك عندنا مع الشركة واحد الشراكة من أجل تكوين أزيد من 2000 عامل وعاملة لحدود سنة 2018. إذا هذا البرنامج هذا كما قلنا هو تكوين تيكون أثناء العمل، يعني أن العاملة أو العامل تيتلقى التكوين ديالو داخل المحطة أو داخل لوزين، يعني داخل المعمل وأثناء العمل. ونتمنى أن جميع الشركات الأخرى اللي كاينة في لازون اندستريال، يعني في الحي الصناعي هنايا بمدينة المرسى، ينخرطوا في هذا البرنامج. بمخروط المختار، رئيس قسم الموارد البشرية لشركة دامسا من جروب سنتيسي. اليوم احنا في هذا النهار ديال الحفل ديال ابتداء من بدا المحو الأمية لسنة 2016 استفدوا، لأنهم كيتعلموا القراءة، كيتعلموا القرآن. هذه المبادرة احنا كنديروها دابا للسنة الرابعة. العمال الفايتين استفدوا منهم الناس كثيرين، العمال والعاملات ديالنا. وكل عام دابا هذا العام إن شاء الله عندنا فرنسية والعربية مرة ثانية، والحمد لله الناس كتستافد منها مزيان، وكيتعلموا القرايه وكيتعلموا القران. كاين اللي كان الصلاه ديالو كيديرها غير بلا قران، كيصلي عادي ما عارفش، دابا عارف الحمد لله القران حافظينه. ونتمناو من هذا، وشكرا لجروب سنتيسي ان هذه المبادره جات من عندهم. السيد الشكر عاود للسيد حسن السنتيسي على هذا المجهود ديالو اللي كيدير من هنايا. جمال نوبير، مدير شركه تيسكوب ترادين، مجموعة شركات سنتيسي. بهذه المناسبة كنتقدم بجزيل الشكر باسمي وباسم جميع عاملات وعاملي أطر ومستخدمي مجموعة شركات سنتيسي على هذه المبادرة الطيبة التي الهدف ديالها هي تنمية الأطر وتنمية الكفاءات الاجتماعية. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن مجموعة شركات سنتيسي منخرطة في العمل الاجتماعي بقوة. وهذه دعوة لجميع الكفاءات وجميع الفاعلين السياسيين على مستوى الجنوب من أجل الانخراط بشكل كبير في تنمية هذه الموارد، باش يكون هذا الشيء يعود علينا بالنفع ويعود على الجهة بأكملها بالشيء الكبير. توريا بكري، المديرة لشركة كوبيليت لتجميد السمك. اليوم نحتفل بالذكرى الرابعة لمحو الأمية
لجميع عمال وعاملات شركة كوبيلي. شركة كوبيلي التي تتكون من 4 عامل: شركة كوبيلي لتجميد السمك، شركة تيسكوب لتجميد السمك، شركة تيسي لتجميد السمك والدمسة، شركة الدمسة لتبش السمك، وكوبيلي لدقيق وزيت السمك. شكر الرئيس السيد الرئيس المدير الحاج سنتيسي والمدير رضا سنتيسي لاهتمامه بجميع عاملاته وعماله. هاجر برداقي مديرة ديال تيسير بور. دونك كنشكر بعدا في الاول السيد رئيس المدير العام السيد الحسن سنتيسي والمدير العام سريدا سنتيسي على هذه المبادره اللي داروا اللي هي الاولى على صعيد الجهه. وهذا الحفل يجسد الدوره الرابعه من هذا البرنامج، وهذا ان دل على شيء فيدل على النجاعه ديال البرنامج والمساهمه ديال المجموعه ديالنا في الحد من هذه الافه اللي هي تحول دون التطور الفرد ولا تطور العامل، وبالتالي تطور المقاوله والدوله في اطار عام. وان شاء الله كنتمنوا، دابا تقريبا وصلنا شي 1300 ديال الناس في هذه المده ديال 4 سنين، وكنتمنوا ان شاء الله في العام الجاي نوصلوا ل 2000 ولا 2500 ان شاء الله من المستفيدين، ونكونوا حققنا شي حاجه وتعاوننا مع الناس ان شاء الله في انهم يطوروا ويتحفزوا، لا بالنسبه للحياه الشخصيه ولا الحياه العمليه ديالهم. سناء العطاوي مديره شركه انتاج دقيق وزيت السمك بمجموعه سنتيسي. كل شيء اود ان اشكر السيد رئيس المجموعه السيد رضا سنتيسي على المبادره اللي كيديرها لصالح العاملين وعمال المجموعه. دونك وحنا هنايا اليوم كنحتفلوا بافتتاح الدوره الرابعه محاربه الاميه لصالح عاملي وعمال شركه سنتيسي اللي كتجي سنتيسي اللي هو الرائد في مجال تثمين المنتوجات البحريه، تجميد والتصبير وانتاج زيت ودقيق السمك. وكيجي كذلك ايمانا بنا بان الموارد البشريه هي عنصر تقدم الشركه. نشكروا الشركه سنتيسي بعد محاربه الاميه، وكنشكروا العمال ديالنا كاملين ومشكورين على هذا الشيء اللي كيدير لنا سنتيسي، جميع الاحوال ديال الخدمه ومشكورين عليهم. نشكر محمد السادس، وكنشكر مجموعه الدمسه، وكنشكر سنتيسي الله يطول عمره الله يخليه لينا، دار لنا محاربه الاميه وتعلمنا القراءه وتعلمنا كل شيء، ولينا نحفظوا، ولينا كنتعلمنا القران، تعلمنا كل شيء، اللهم لك الحمد. انا تنشكر هذه المبادره الطيبه اللي دارتها لنا مجموعه سنتيسي. انا عامله من احدى الشركات سنتيسي، انا من الضامصه، وانا تنشكرهم بزاف على هذه المبادره اللي كل عام تيديروها لنا، وحنا فرحانين بزاف وحنا مرتاحين الحمد لله وفرحانين في الخدمه ديالنا. نشكر شركات الدمسه الحمد لله الله يحييها، درنا في الخلاع طول المغاربين. وكنشكر السيد السنتيسي الله يطول عمره ويهلي فينا ويهلي في العمال ديالو بزاف. والحمد لله انا استفاد الزيت، الحمد لله انا استفاد زيت خوشي، استفاد زيت شركه زيت خوشي، الحمد لله لا فارين كوبيليت تيسير الدمسة خوشي اللي تستفاد، الحمد لله لا تيوثمين لا يشيرن خوشي لا تقرين خوشي اللي تستفاد الزيت. هذا الشكر تاع المدير النخ المسؤولين، انا غير مخيت تبدان هي خدمه النخ خوشي، تنشكر بزاف. كنشكر سنديسي على المبادره ديال الدراسه اللغه العربيه محو الاميه الفرنسيه والعربيه، واستفدنا مزيان واستفدنا الموسم الاول والموسم الثاني والموسم الثالث، وهذا الموسم نزيدو نستافدو مزيان. وكنشكروا كاع الناس اللي كيعملوا مجهود باش يديروا هذه المبادره.